وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك عقد تمويل قيمته 1,100,000,000 دولار مع عدد من البنوك، وذلك للمساهمة في توسعة عملياتها للنفط والغاز. المزيد من التفاصيل نتابعها مع تقرير الزميل رائد الشمري. في واحدة من أعلى معدلات الإنتاج في تاريخ الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، أعلن رسميا أعلى معدل إنتاج منذ تأسيس الشركة عام 1981، والذي تخطى 100,000 برميل نفط مكافئ في اليوم. هو حدث هام بالنسبة لتاريخ الشركة، لأن وصلنا لأول مرة ل 100,000 برميل نفط مكافئ من الإنتاج، وهذا ليس الهدف الحقيقي، بل الهدف هو 150، ولكن هذه مرحلة مهمة في استراتيجيتنا للنمو. بالنسبة لاستراتيجيتنا فهي مرتبطة مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، فجميع استثماراتنا الحالية والمستقبلية ترتبط باحتياجات المؤسسة بالنسبة للتدفق المالية والموارد الهيدرو كربونية التي ممكن نقلها إلى الكويت، خاصة مثلا الغاز الطبيعي المسال، وهو المنتج من مشروع الشركة حاليا في أستراليا في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال. هذا وتمضي الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية قدما نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة حتى عام 2040، مستبشرة بتعافي أسعار النفط العالمية، والتي بدورها ستعزز الاستثمارات النفطية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. استثماراتنا تتماشي مع احتياجات الكويت، فالواحد ممكن يسأل ليش شركة كويتية تستثمر في الخارج؟ استثماراتنا الخارجية ليست فقط لجني الأرباح، بل هي كذلك لإتاحة فرص لشبابنا الكويتيين، وهم خيرة الشباب بالقطاع النفطي، ليكتسبوا الخبرات خارج الكويت ونقلها داخل الكويت حتى يطورون الأعمال في الشركات المحلية الموجودة داخل الكويت. ووسط منظومة متكاملة، تستمر الشركة في التركيز والسعي على مشاريع جديدة ذات الوزن الاستراتيجي على المدى الطويل. أيضا كشف في المؤتمر الصحفي عن توقيع الشركة مؤخرا على عقد تمويل بقيمة تجاوزت 1,000,000,000 دولار أمريكي مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، وذلك لتمويل مشاريع الشركة الحالية والجديدة. ويعد هذا القرض الممنوح للشركة دلالة على ثقة البنوك بمتانة محفظة الشركة الحالية وقوة استراتيجيتها المستقبلية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.